نروح للتقييمات وهعرض لحضرتك ال 11 بالبودل النهارده اللي نزلوا، حضرتك تديني كام من 10 في فقره التقييمات بتاعتنا النهارده من صندوق المستكاوي. يلا بينا يا شباب. محمد الشناوي 7، مع انه ما كانش لغايه فتره من المباراه كان لم يختبر، بس تصدى لحاجات لالعاب كان في وقت خطر جدا. 7 من 10. اللي بعده ايمن اشرف 6. اللي بعده الونش 5. 5؟ هو انا 5. انت مستغرب ليه؟ هو الونش او حجازي ضغط عليهم يعني وشالوا كتير، هم مش هم مدافعين. الرقم القليل مش عشان اخطاه، هو الرقم القليل علشان ما تعرضوش ما تعرضوش لاختبارات حقيقيه يعني. بس حجازي اتعرض بعد ما الونش طلع كان في فرق بقى من المقابله بتاعه حجازي والمقابله بتاعه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عمل فاول قدام ال 18 لانه مش بيعرف يدافع، دخل بالكتف. حجازي في ال 18 بالوش ومواجهه وجه واحد لواحد بيقابل بوشه وبجسمه قدام، عرف يستخلص الكوره ماشي، ودي حاجه مهمه جدا في من غير ما يعمل فاول في ال 18. اللي بعده حجازي 8. اللي بعده عمر كمال 8.5. نني 3. سليه 8. عبد الله 3. صلاح 8. مرموش 2. خبر ابيض، مرموش اقل واحد لحد دلوقتي. مصطفى محمد 6. اللي بعده عبد المنعم 5. اللي بعده زيزو 8.5. في 2 8.5، عمر كمال وزيزو. اللي بعده اعلى 2، خلي بالك حمدي فتحي ده لعب فتره قليله يعني. ايوه حمدي فتحي 5 يعني. ماشي اللي بعده شريف لم يختبر خالص يعني، فمش عايز تقيمه. لا ما فيش حاجه يعني. ماشي اللي بعده تريزيجيه 2. ولازم خلي باله، عمل سبرنت، كان عايز يعمل سبرنت وما قدرش يعمل سبرنت لانه مش هيز نوت فيت يعني. فكانت النتيجه ان عمل كتف عشان يعمل يعني. تريزيجيه لاعب هايل صحيح، بس فورمته بس بره الفورمه، بره الفورمه. واللي بيظلمه المدرب بتاعه اللي اختاره واللي بيلعبه. اللي بعده كيروش يعني اللعيبه تاخد اكتر من المدرب. ياه طبعا. كام يعني؟ 4. 4. اللي بعده هو ممكن يسالني ليه، ما ليه نفسي نفسي هو يسالني ليه، انت بتديني انا 4 وبتدي اللعيبه عندك 8. طب ما تخلينا انا اسالك لحضرتك السؤال ده، ليه بتدي عشان في اخطاء اتعملت وتغييرات اتعملت وفي لعيبه اشتركت، ده قراره هو مش قرار اللعيبه. ايوه عشان كده هو 4، لانه يعني مينوتي اللي هو كان بيدرب الارجنتين قال لك انا لو عملت 11 لعيب واخترت واحد بس غلط ابقى انا كده ممكن عملت الجريمه وبوظت الجيم والبطوله اللي انا بشترك فيها. اذا في تقييمات الاستاذ حسن المستكاوي في صندوق المستكاوي، ابرز 2 لعيبه كانوا زيزو وعمر كمال عبد الواحد، كل واحد منهم حصل على نقطه على 8.5 من 10. اقل 2 كانوا مرموش حصل على نقطتين فقط لا غير في التقييم من 10، وتريزيجيه على 2 من 10. دول اكتر 2 ودول اقل 2، والمدير الفني اخذ 4.